من يومين كان في خناقه كده بسيطه في اتحاد الكوره، زي ما قلت لكم امبارح، بعد ما اقترح احد اعضاء مجلس الاداره مد القيد 5 ايام لكن لكل الانديه وينتهي 15 اكتوبر بدلا من 10 اكتوبر. طبعا ده بعد اقل من نص ساعه تقريبا، نص ساعه يعني، ساعه اقول 11 وربع 11 وثلث دلوقتي، يعني الساعه 12 بالظبط هيتم قفل باب القيد لجميع الانديه، وده القرار النهائي. ولكن لما تم اقتراح مد القيد كان المبرر ان يعني كان الفتره اللي فاتت كان في اجازات رسميه كبيره كثيره لاتحاد كره القدم المصري، وكان الاتحاد مغلق فيها، والاحسن ان يتم تعويض الانديه عن ايام الاجازات دي، ولكن الاقتراح قوبل بالرفض تماما من بعض اعضاء المجلس وعلى راسهم استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وقال هنقفل القيد في موعده. يعني انا مش شايف ان ممكن يحصل خناقه بسبب هذا الامر. حضرتك حطيت ميعاد، شفت ان هو الميعاد المناسب كمسؤول عن الانديه او على مسؤول عن كره القدم المصريه، شفت ان انه الموعد ده هو المناسب، خلاص تمام حطيته. انا كانت وجهه نظري يوم 10 يبقى يوم 10 خلاص، فما فيش داعي للخناقات. يعني احنا يعني الحمد لله والشكر لله احنا كل حاجه بتوصل لنا من داخل الاتحاد، وكل حاجه عندنا من داخل الاتحاد، ويعني لكن في النهايه لازم نقول كلمه حق. ما خلاص قلت يوم 10 يبقى يوم 10 خلاص. يعني كده كده انتقالات يناير جايه بعد شهر ونص يعني من انطلاق الدوري، واللي ما قدرش يأيد دلوقتي الناس اللي هو عايزها الحكايه قريبه جدا، هيأيد الفتره اللي جايه، بالعكس هياخد وقت اطول في ان هو يقدر يدرس اكتر ويعرف انا عايز اجيب اسلام، فادرس اسلام بقى كويس من يلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، يمكن في هذه الفتره الشهر ونص ولا الشهرين اللي جايين يبان لي حد من قطاع الناشئين، يبان لي حد من هنا، يبان لي حد من هنا، ممكن جدا ده كله يحصل خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي خلاص بعد قليل سينتهي او سيغلق باب القيد لجميع الانديه. مفيش اي حاجه اسمها السنه كمان 5 ايام والكلام ده كله. الساعه 12 النهارده حتى هذه اللحظه سيتم غلق باب القيد امام جميع الانديه.